shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada ayaa maanta kulan ku yeeshay xafiiska guddoomiyaha golaha guurtida mudane Saleeban Maxamuud Aadan. Kulankaasi oo ay kaga hadlayaan khilaafka ka dhashay xeerarka doorashooyinka ee musabiixii ku soo celiyay golaha guurtida ee Soomaaliland. Xildhibaan Axmed Daahir Jirde oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida oo ka mid ah mudanayaasha dhexdhexaadinta ka dhex wada labada shirgudoon ee baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay meel fiican howluhu marayaan kulanka labada dhinacna si toos ah u bilowday. وانا كان حليبان احمد ظاهر جردي هو رباهن توفه فايه وحاي كوض هاد ليان لبدا شرقدون ايه لبدا قولي مال في عبي مريسا ان كان لبدا شرقدون باسكو تغي يقا وضا هاد ليا وحي كسو بحانا واسوبينا مال في عبي مريسا الحمد لله رب العالمين خير نوار رجالينا لبدا شرقدون مركا محا امك ايلا حتى محالا اسلقاتي والله بدي إني كون بس كنت جايب أنا لوكي مكوانا يا كسب عناي لما ودي ما وضف فديا بلشوا الرئيس سومالي لا لا وحلا يا نهاي خير باك سب حيا خير كسبة عكلي مركي وكل أن كاسي صوت لا ده لوال نعبه ويك جابس دين إني وربعين تحوك سيان تشد وكسر لما ده كل أن كوجي مانتا شعب كسومال لنا يا ودك تاجي يا إن خلاف كعصب وقعدن دون وقت دار تدا خلاف كي كان كهر يا كلوريسين تدور شوين كأكله يا إني أودي دونا لبضة كله إني كسر أف ميران كل مدن هاتن وبلا ما يخلاف كهر دحيا.